رحلتك فهي طويلة لا تتوقف، يتوقف عنها الحاج قادر مفتاح بالبحث عن الدواء، وهو الذي ليس له مصدر دخل ثابت سوى هذه البسطة يعيل بها أسرته في ظل معاناته مع مرض القلب الذي يحتاج إلى ميزانية إضافية للعلاج. والعلاجات غالية جدا، أنا ما قدرت أشتري حق المنظم القلب ب2000 ريال، ما قدرت أشتريه، وأنا على باب الله لا عندي راتب ولا عندي أي حاجة، على هذا القماش أمشي فيه والباقي على الله، لأن احنا نشكي من كثرة القلق، قلق فاحش، يعني قلق يعني يجيب الجنون. أسواق الدواء تشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير تعود نتائجه بشكل مباشر على المصابين بالأمراض المزمنة والذين يحاولون التغلب عليها بصعوبة في ظل أوضاع معيشية صعبة. الأدوية للأمراض المزمنة ارتفعت أسعارها بشكل جنوني أكثر من 50%، وهذا ما يتعبنا احنا أمام المرضى، والمرضى حالتهم حالا احنا خاصة بمحافظة لاحق يعني ظروفهم صعبة جدا. هكذا تبدو هذه الصيدلية خاوية نتيجة لانعدام الأدوية في السوق، ناهيك عن ارتفاعها إلى حد كبير، وهو ما حول حياة بعض المواطنين إلى الجحيم في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد بسبب ارتفاع الأسعار حاليا، وبسبب الوضع الراهن للبلاد أصبحت كمية الأدوية اللي يستخدموها كثيرة جدا، قد توصل أحيانا نتيجة لأوقات الأزمة المتقاربة بالنسبة للربو، مما قد يسكن معضلة عليه بالنسبة لحجم الدواء اللي ممكن يأخذه، حيث ممكن الواحد في الشهر يوصل أنه يأخذ ما بين 3 إلى 6 كرتون من نوع أو نوعين من الأدوية، ما يسبب أكبر معضلة للناس في الوقت الراهن. فوضى واسعة في أسعار الدواء بالسوق المحلية وزيادات عشوائية اعتمدتها الجهات المستوردة للأدوية وسط غياب تام لأجهزة الرقابة الصحية المعنية، فيما شملت هذه الزيادة تقريبا جميع الأدوية العلاجية بما فيها المهمة أو تلك التي يحتاج إليها المرضى بشكل أساسي. والدولار جعلوه مثل الشماعة، يعني في حال ارتفاع الدولار ترتفع الأسعار، لكن إذا انخفض الدولار ما ينخفض الأسعار. الجهة المسؤولة على رقابة الأدوية هذه مختفية تماما، سواء الرقابة على التجار أو الرقابة على الصيدليات. قد يتحمل المريض الصبر على الجوع، لكن يشق عليه أن يتحمل آلام المرض أيضا، وقد لا يسعفه الوقت لتحمل معاناتي الجوع والمرض في آن واحد. مختار شعت، القناة بلقيس، محافظة لحج.